الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى بطل. ولا فاكرين اللي ماتوا هم بيحلموا بالتغيير ولا طايقين اللي عاشوا وكملوا مشوار التحرير. شافوا الدهون بتكتر قالوا هوبا الوضع خطير. ما هو أصل اللي بيحكمنا مخه رهيب وخطير ومكير. استفتينا فأفتينا طلعنا نعم وضروري أكيد. جبروا الإخوة في المجلس وأصوات بدأت تزيد على نغمة قال الله وشوية يقول حق الشهيد. دخلوا المجلس كسفونا قدام كوكب أرض عريض. أول جلسات المجلس جلسوا حضرات النواب والشعب فخور متحمس للثورة نجحت يا شباب. فجأة النايب بيقدم وسط الجلسة بكل أسباب ودي حزب النوز بيدعم عمليات تجميل أعضاء. ده الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش اللي هيكسب يبقى بطل. الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش اللي هيكسب يبقى بطل. فجأة محمد محمود بيولع قلنا ده مش مسبيره. دلوقتي في مجلس ثورة ادعوا يا رب يكتر خير. راح ينصر شعب اتعرم ودي يجيب حق الأحرار. أما منع كل مواقع الجنس عشان يحمينا من نار. أجدع وأشجع شباب في بلدنا الأطراس الرجالة. همة وكرامة وعزة وذوق ومفيش حاجة استحالة. اتضرب رصاصة غدر في ماتش اتقتلت بيها أحلامنا. ومفيش راجل فيكي يا بلد قال لأ بلاش أولادنا. الناس ما بترحمش ولا تترحم على اللي حصل. أولادنا ماتوا في ماتش والموت فيهم وصل. الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش واللي هيكسب يبقى وصل. دستور يا سيادنا يا سيادنا عايزين دستور يحمينا. دستور يجمعنا ولا يفرق ما هي مصر دي مصر بينا. هتقولي الدين راح أقولك مين يا ابن احنا المصريين. طول عمر الدين في قلوبنا مسلمين أو مسيحيين. انزل واختر رئيسك يلا يا مصري انزل قول. يلا دي الثورة قامت مش عايزين ولا حد فلول. لو كان حمدين وابو الفتوح اتجمعوا في فريق ما كانتش جت قعادة بين الشيخ مرسي وشافي. دي الناس ما بترحمش ولا تترحم على اللي حصل وكأن الثورة دي ماتش اللي هيكسب يبقى بطل. لما بقول ان انا مبطل بلقى شتيمة شمال ويمين. ما هو واحد حكم بوليسي والتاني هيحكم بالدين. مش عايز اختار بين سلخ ونار ولا احسن الوحشين. ما هو صوتي هو ضميري وضميري سقط الاتنين. ده الناس ما بترحمش ولا تترحم على اللي حصل وكأن الثورة دي ماتش اللي هيكسب يبقى بطل. الناس ما بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل وكأن الثورة دي ماتش اللي هيكسب يبقى وصل. ولا فاكرين اللي ماتوا وهم بيحلموا بالتكبير ولا فاكرين اللي عاشوا وكملوا مشوار التحرير. شافوا الدهون بتكتر قالوا وضع خطير. ما هو أصل اللي بيحكمنا مخ رهيب وخطير ومكير.